بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد هنتابع فيها آخر المستجدات، خاصة بعد فوز الأهلي بالأمس على الاتحاد السكندري برباعية. رباعيات الأهلي في الدوري العام مستمرة مع مارسيل كولر، انتصار مهم جدا، 3 نقاط هامة جدا في ترتيب جدول الدور الأول، موقف إيجابي للفريق قبل غمار منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا وقبل السفر إلى المحلة لخوض مباراة بلدية المحلة يوم السبت المقبل في آخر المباريات المحلية، استعدادا لخوض غمار النهائي التاريخي أمام الترجي التونسي في 18 و25 من شهر مايو الجاري. كل التفاصيل وكل الكواليس المتعلقة بهذه المباراة، موقف اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات بالأمس، استعدادات الفريق لمباراة البلدية، العناصر اللي ممكن يستعين بها مارسيل كولر في قائمة مباراة بلدية المحلة، قائمة حكام مباراة نهائي دوري الأبطال سواء في تونس أو في القاهرة، الحضور الجماهيري، القرارات التي تم إعلانها بالأمس من قبل وزارة الشباب والرياضة، نسبة وحصة جماهير الترجي في لقاء العودة في القاهرة، اجتماع للاتحاد الإفريقي، تفاصيل كتيرة جدا النهاردة عندنا في الحلقة سواء في المشوار المحلي أو المشوار الإفريقي. كمان هنتكلم على كأس العالم للأندية، أو نقول لكم المفاجأة، المسمى الجديد مونديال الأندية فيفا 2025. كل الكواليس وكل التفاصيل وكل الأرقام والمستجدات عن مدى استعداد الفيفا لهذه البطولة الكبيرة النهاردة هتسمعوا كل التفاصيل من خلال برنامج الترند على شاشة قناة الأهلي. حلقة فيها كواليس كتيرة جدا وتفاصيل مهمة، وأعتقد كل الكلام النهاردة هيكون كله جديد في جديد، ولكن عشان وقت الحلقة نبدأ بسؤال حلقة النهاردة، وعايز أعرف رأي حضراتكم في أداء الأهلي بالأمس أمام الاتحاد السكندري ورباعية الأهلي في مرمى زعيم الثغر، وكمان عايز أعرف من وجهة نظركم مين صاحب أفضل هدف في المباراة من وجهة نظركم، يعني تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال أو إبداء آرائكم على هذه الجزئيات من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من آرائكم في برنامج الترند. لكن نروح دلوقتي بسرعة لأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، بعد رباعية الاتحاد الفريق يستعد لمواجهة البلدية. وفي الترند المحلي، وزير الرياضة يعلن تواجد صلاح في معسكر يونيو. وفي الترند العالمي، بايرن والريال في مواجهة نارية في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. نروح لاستعراض مباريات اليوم النهاردة، لقاء الإياب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياغو برنابيو، ريال مدريد النادي الملكي هيستضيف بايرن ميونخ. لقاء الأمس تأهل فيه دورتموند على حساب باريس سان جيرمان. ترى هل فاينل دوري الأبطال يوم 1/6 هيكون ديربي ألماني ما بين البايرن مع بروسيا، أم يستطيع النادي الملكي كالعادة الوصول إلى النهائي ومواجهة بروسيا دورتموند في نهائي دوري الأبطال يوم 1/6 المقبل؟ ننتظر النتيجة في لقاء اليوم، لقاء مثير جدا على ملعب سانتياغو برنابيو. فاصل ثم نواصل. برباعية كبيرة جدا نجح الأهلي في اقتناص 3 نقاط هامة جدا على حساب نادي الاتحاد السكندري بالأمس على استاد القاهرة. هدف رائع جدا لوسام أبو علي. الناس تقول لي ما هي ركلة جزاء سهلة جدا، أكيد هيبقى ضربة جزاء. إيه المميز فيها؟ طريقة التسديد، طريقة ركن الكورة في التسعينات في السوكة كده في المرمى زي ما بيقولوا. يعني وسام أبو علي بيسدد ركلات جزاء بشكل متميز جدا. هدف كمان لرضا سليم ولا أروع ولا أجمل من كده. قدامكم الأهداف على الشاشة، يعني بجد رباعية بأهداف متميزة، أهداف ممتعة، سواء هدف وسام أو هدف رضا سليم لما يكون معانا دلوقتي. قدامكم أهو الهدف رضا سليم، بصوا أكنك عارف أنت لما بتسدد كده وأنت بتلعب بلاي ستيشن، بتثبت الحارس وبتشوط الكورة على يمينه أو حتى على يساره. تسديد الكورة وإنك توجهها بوش رجلك بالشكل ده، هدف ملعوب. عمر كمال بقى وتسديده من مسافة بعيدة ما شفناهاش من زمان، هدف رائع جدا. خدت ايد بعرضة المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري، الثلاثية في الشوط الأول للنادي الأهلي. نزل كمان محمود كهربا وكريم فؤاد وكان لهم دور إيجابي جدا على التسديد على فريق مرمى الاتحاد. نجح الأهلي الحصول على ضربة جزاء تانية
والحكم الدولي محمد معروف بالامس كان متميز جدا، كان رائع جدا. الفتره الاخيره بقى مركز اكتر، عنده كاس عالم فابتدى يتحكم في قراراته ويشتغل بشكل كويس في المباريات. طبعا دخل امبارح كهربا، وللمره الثانيه على التوالي كولر بيديه الثقه انه يسدد ضربات الجزاء، سدد في المباراه الماضيه ويسدد في مباراه الامس امام الاتحاد عشان الهدف الرابع للنادي الاهلي. 4-1، حاجه ايجابيه مهمه جدا لفريق النادي الاهلي. طبعا فريق الاتحاد كان احرز هدف وكان 3-1، ولكن قدر الاهلي يجيب 4-1 عشان الماتش ينتهي مبكرا ويقدر الاهلي يفرض اسلوبه وسيطرته وينهي فكره ان المباراه ممكن تكون صعبه، لان الاتحاد داخل المباراه وعايز ياخد نقطه باي شكل، عايز يكسب، عايز ياخد اي نقاط ايجابيه عشان المنافسه على فكره لو نتائج الدور الاول مؤهله للبطولات القاريه في الاتحاد السكندري يكون عنده حظوظ في مساله المشاركه القاريه في الموسم الافريقي المقبل. لكن نتيجه ايجابيه، مكاسب عديده، اهمها اولا رصيد الاهلي في نقاط الدوري ارتفعت، واصبح الاهلي دلوقتي حاليا في المركز السادس او السابع حتى ب 30 نقطه، ولسه متبقي ليه ما يقرب من حوالي من 5 إلى 6 لقاءات مؤجله. فبالتالي شكل ايجابي في ترتيبك لجدول الدوري العام، وكمان شكل ايجابي لو بتنافس على الصداره عشان نتائج الدور الاول فيما بعد. انا مش عايز اتكلم على الموضوع الافريقي دلوقتي، ولكن طبعا اللي حصل امبارح هيخلينا نروح لنفس السكه دي وهنتكلم فيها، ولكن بشكل مختلف عما تم اثارته بالامس، سواء حتى من رئيس رابطه الانديه اللي قال كلام امبارح كان مقرر، ما قالش اي كلام جديد. النهارده هتسمعوا من خلالنا احنا بقى الكلام الجديد في هذه الجزئيات. لكن ماتش الاتحاد ماتش مهم، انتصار ثالث على التوالي في المباريات المحليه في توقيت صعب جدا، بتلعب 4 مباريات في ظرف 10 ايام وانت داخل على نهائي دوري الابطال امام الترجي التونسي. كولر ابتدى يدفع بعدد كبير جدا من اللعيبه، بنشوف فيه اكتر من لاعب في اكتر من مركز. الكلام اللي قلته والله الاسبوع اللي فات وبكرره في كل مره معاكم، وقلته قبل ما كولر يعلن قائمه مباراه الاهلي امام الاتحاد السكندري، وقلت لحضراتكم كولر ما عندوش مشكله مع اي لاعب، كولر هيدفع بكل اللعيبه في التوقيتات المناسبه طبقا للرؤيه الفنيه. كولر ما عندوش مشكله مع محمد مجدي قفشه زي ما انتم متصورين، او زي ما بيتصدر للجمهور من خلال بعض البرامج او بعض القنوات او بعض الامور اللي على السوشيال ميديا، اللي احيانا في جزء منها مدفوع الاجر او سكريبت الهدف منه احداث الواقعه والبلبله داخل صفوف النادي الاهلي. انا بقولها بصوت عالي وانا واثق جدا جدا من الكلام اللي بقوله لحضراتكم. كل من تناول موضوع محمد مجدي قفشه في اليوم اللي اعلن فيه كولر قائمه الاهلي المفروض يعمل حاجه من الاثنين، يا يطلع يعتذر يا ما نشوفش وشه تاني في الاعلام او على السوشيال ميديا. الكل قال لك، او مش الكل، البعض اللي بيبقى عنده سكريبت او عنده اهداف، قال لك قفشه جمع متعلقاته، قال لك قفشه مش هيشوفها تاني، قال لك كولر واخد موقف من قفشه. وارد جدا يكون في امر ما بين الجهاز الفني او المدير الفني مع لعيبه، ممكن يستبعد لاعب مباراه او اتنين، ولكن على المدى البعيد قفشه جمع متعلقاته؟ لا، قفشه مش موجود مع الفريق لنهايه الموسم، ما حصلش. امبارح كان موجود في قائمه المباراه، الدفع من عدمه برضه بقول تاني وجهه نظر جهاز فني، لكن اللي قاله قبل كده ان جمع متعلقاته غرامه ماليه كبيره، الجهاز الاداري بقياده الكابتن خالد بيبو مش عارف يسيطر على اوضه اللبس، كل الكلام اللي اتقال ده، ظروفكم ايه ووضعكم ايه بعد امبارح ما قفشه دخل قائمه المباراه؟ عارفين انتوا سكتم بكتم زي ما بيقولوا كده بلغه السوشيال ميديا، كل واحد عمل نفسه مش واخد باله هو قال ايه. وفي ناس والله طلعت قالت لك مش هيشمها تاني ومش هيشوف الملعب ومش هيدخل القائمه لغايه نهايه الموسم. في نفس اليوم اللي قلت لحضراتكم فيه ان الكلام ده كله غلط، وان في ناس بتحاول تعمل وقيعه او تعمل بلبله داخل صفوف الفريق واحنا داخلين على نهائي افريقيا، نبص على القايمه نلاقي محمد مجدي قفشه موجود في القايمه، ونلاقي الفريق امبارح بيلعب بارتياحيه، نلاقي الفريق امبارح بيلعب كوره للمتعه. ما خدوا بالكم المتعه اللي احنا شفناها في ماتش امبارح ده والانتصارات المتتاليه في الدوري ما بتجيش من فراغ، ما لو اوضه اللبس فيها مشكله وازمه هتنعكس على الملعب. بس الناس اللي بتتكلم يا اما خبراتها قليله شويه، يا اما في اهداف شخصيه في امور ثانيه مش عارف هدفها ايه، هي اللي بتطلع تقول الكلام ده، والايام بتثبت الحمد لله ان الكلام اللي بيقولوه ده كله كلام غلط. الحمد لله الاهلي كسب، بيستعد لمباراه البلديه وهيقفل صفحه الدوري من يوم الاحد اللي جاي عشان بطوله افريقيا. طب موقف اللعيبه، محمد عبد المنعم امبارح خد الانذار الثالث فخرج خارج مباراه البلديه.
رامي ربيعه النهارده الجهاز الطبي هيطمئن عليه من خلال التدريب اللي هينطلق بعد حوالي نص ساعه ساعه الا ربع عشان نطمن على موقف رامي ربيعه. بس لا قدر الله لو رامي الجهاز الطبي والجهاز الفني شايف ان رامي محتاج يريح، هتبقى ساعتها مباراه البلديه هتدخل بمين في مركز المساك؟ هل هتبدا بمحمود متولي؟ هل ممكن يكون في الدافع بياسر ابراهيم؟ هل خالد عبد الفتاح ممكن يجي من بعيد ويدخل يلعب في هذا اللقاء؟ هل ممكن هاني يلعب مساك ويلعب بعمر كمال باك رايت؟ هل مباراة البلدية ممكن تكون فرصة إيجابية للجهاز الفني عشان يطمئن على جاهزية ياسر قبل مباراة إفريقيا؟ كل ده هنعرفه في الساعات اللي جاية. لكن عايز أطمنكم، كل الإصابات اللي حصلت امبارح أو الكدمات القوية سواء مع رامي ربيعة أو أحمد نبيل كوكا أو حتى مع إمام عاشور بنسبة كبيرة إن شاء الله هتبقى حاجات بسيطة. ممكن الجهاز الفني يريح إمام عاشور، ممكن يريح رامي ربيعة، ممكن يريح كوكا، ممكن يدخل رامي في القائمه ويدخل امام عاشور في القائمه ويريح كوكا ورامي، على حسب الرؤيه سواء بالتنسيق ما بين الجهاز الطبي والجهاز الفني اللي العلاقه بينهم على اعلى مستوى وفي تنسيق رائع جدا، والمعلومه اللي بتطلع من دكتور احمد جاب الله بيعتمدها مارسيل كولر وبعد فتره بيتاكد من صحه التشخيص، من صحه التوقيتات المناسبه للعلاج والتاهيل، واللاعب بيكون جاهز في التوقيت اللي الجهاز الطبي بيحدده مع الجهاز الفني. فموقف اللعيبه زي ما قلت لحضراتكم، ده جانب تاني. الجانب التالت وهو متعلق بموقف الدوري العام وموقف الاهلي دلوقتي في ترتيب شكل الدوري العام. الاهلي دلوقتي ليه لسه حوالي 5 مباريات مؤجله ب 15 نقطه. ب 15 نقطه. تحطهم بقى على عدد النقاط اللي معاك دلوقتي توصل في النهايه ل 38 نقطه، ساعتها هتبقى انت اول الدوري في نتائج الدور الاول، تروح على طول دوري الابطال. وسيبكم من قصه الدوري، النادي الاهلي اساسا ان شاء الله باذن الله بغض النظر عن نتائج الدور الاول ولا نتائج الدوري في النهايه، نكسب الترجي وناخد بطوله افريقيا، النادي الاهلي مشارك في البطوله القادمه بغض النظر عن ترتيبه في جدول الدوري، طبقا للائحه لائحه الاتحاد الافريقي، بطل الدوري الابطال بيشارك في النسخه التاليه ايا كان ترتيبه في جدول الدوري المحلي. فدي اول نقطه تحط عليها كده يعني فول ستوب ومن اول السطر. الاهلي بطل لدوري الابطال باذن الله السنه الجايه بيشارك في دوري الابطال بغض النظر عن ترتيب الدوري العام. طيب امتى نبص على ترتيب الدوري العام؟ هنخلص نتائج الدور الاول، في 5 مؤجلات. الاهلي يكسب ال5 مؤجلات او يجيب 10 نقط من ال 15 نقطه تواجد في دوري الابطال هو وبيراميدز. لسه بقى فكره الزمالك انبي المصري، الخناقه اللي احنا هنشوفها الفتره الجايه دي ممكن ما تخصناش احنا كقناه الاهلي، ولكن هنحاول نقدم معلومه لكل الناس عشان الناس تعرف الوضع القانوني في هذه الجزئيه. اللائحه بتقول نتائج الدور الاول لو الدوري ما خلصش والكاف تمسك بارسال اسماء الانديه تبعت نتائج الدور الاول. طيب هل الكاف هيتمسك بان 30/6 هو اخر ديدلاين او اخر موعد لازم ترسل فيه الاسماء؟ لا. ليه؟ معلوماتي من الاتحاد الافريقي اللي لسه الرابطه ما سالتش وما جاتلهاش اجابه، لان هي مستنيه لما يجي ميعاد الديدلاين 30/6، هتبعت وقتها لما يجي لها جواب من الكاف 30/6 ابعت لي ارسال اسماء الانديه. فانت ساعتها الرابطه او الاتحاد هيرد عليه يقول له انا لسه ما خلصتش دوري، اديني مهله. طب انا من الكاف بقول لكم المهله هتمشي ازاي. مبدئيا كده 30/6 ده ممكن يتحرك لغايه 30/7. ممكن يتحرك لغايه 30/7. ليه؟ لان عدد الانديه اللي بتشارك في المسابقات الافريقيه اخر سنتين ثلاثه بيقل. وفي دول وفي انديه عندها مشاكل ماليه فبتعتذر وما بتشاركش، وفي دوريات اصلا متوقفه. فبالتالي ده بيفرق في النهايه بعدد الانديه اللي بتشارك، فبالتالي انت بتروح على القرعه فبتلاقي عدد الانديه المعفاه من الدور التمهيدي كتير، زي السنه اللي فاتت ما يقرب من مثلا 15 نادي في دوري الابطال معفيين من الدور التمهيدي، فبالتالي انت مش محتاج تبعت اسماء الانديه المصريه لان كلهم الحمد لله تصنيفهم عالي، فمعفيين من الدور التمهيدي اللي بيتلعب في 8 اللي رؤيته هتتعمل في اخر 7، فعلى هذا الاساس ممكن بيديك مهله لغايه اخر 7. طيب وصلت لاخر 7 ولسه ما خلصتش الدوري، ممكن يديك مساحة لنص 8. يعني انت في النهاية ممكن تستنى لما الدوري يخلص، وارد ده بنسبة كبيرة تتخطى 60-70%. طب نتائج الدور الاول والخناقة اللي احنا شايفينها من امبارح، انبي بيتكلم والمصري بيتكلم، للأسف الناس ما عندهاش معلومة ومحدش بيقول لهم الكاف اصلا بيناقش الامر ده ازاي. فنتائج الدور الاول اساسا ممكن ما تكونش معيار في ارسال اسماء الاندية. ده بتكلم بقى عموما. لو على الاهلي لو قلت نكسب الترجي ذهابا ايابا ناخد البطوله ما نبصش للدوري، مش فارقه معانا، حامل اللقب بيشارك السنه الجايه. حتى لو الزمالك طلع تاني الدوري بعد بيراميدز مش هيلعب دوري ابطال، لان الاهلي ان شاء الله بطل افريقيا فهيشارك هو وبطل الدوري او التاني في المركز التالت والاهلي هو اول الدوري. وفرق اللي بتتكلم على الدور الاول ممكن اساسا نتائج الدور الاول ما تكونش مقياس ولا معيار.
فبالتالي دي الجزئيه المتعلقه بمشاركات الانديه الافريقيه عشان البلبله اللي موجوده في الانديه او حتى في السوشيال ميديا والمواقع في الساعات الاخيره. ده كان جانب مهم جدا اقفل بيه جزئيه الدوري، ماتش الاتحاد، موقف اللاعبين، وكمان فكره المشاركه الافريقيه. نخرج لفاصل، وبعد الفاصل لسه عندي ملفات مهمه على الحضور الجماهيري، على حكام فاينل دوري ابطال وكاس العالم للانديه، والمفاجات النهارده اللي معانا في برنامج الترند. طيب نروح بقى للخبر الجميل اللي اسعد كل الجماهير المصريه بشكل عام والجماهير الاهلاويه بشكل خاص، بعد بيان الامس لوزاره الشباب والرياضه بخصوص الحضور الجماهيري في المباريات المحليه والقاريه. الخبر اللي خرج بالامس اتقال فيه ان بشكل عام في كل المباريات المحليه لو بتلعب في استاد القاهره واستاد برج العرب 30,000 مشجع في اي ملعب اخر، من خلال هذا البيان الرسمي اللي تم بالامس بعد اجتماع لوزير الرياضه مع اتحاد الكوره ورابطه الانديه والجهات المعنيه ووزاره الداخليه، انك لو هتلعب في ملاعب ثانيه الساعه الكامله والطاقه الكامله لكل الاستادات. طيب لو رحت للمباريات القاريه بتلعب نصف نهائي او بتلعب فاينل الساعه الكامله لكل الملاعب، وبالتالي مباراه الاهلي والترجي التونسي ان شاء الله يوم 25 مايو السبت الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره على استاد القاهره الدولي بحضور جماهيري كامل العدد في استاد القاهره، اي ما يقرب من حوالي 70,000 متفرج. وبالتالي ده خبر بالتاكيد اسعد كل الجماهير المصريه. الاول كنت بالتاكيد بتبعت وتطلب الساعه الكامله، دلوقتي خلاص كل الاطراف المعنيه اجتمعت بالامس، والخبر ده بالتاكيد بيسعدنا لان احنا عايزين نشوف كده الروح من جديد للملاعب. مطلوب من الجمهور بقى كمان انه يلتزم، انه يمشي على نفس السياق اللي محطوط له من خلال الاجراءات اللي مرسومه من الجهات المعنيه في كل المباريات سواء محليه او قاريه. كل الناس اشتغلت، وزاره الداخليه متعاونه، وزاره الرياضه جابت كل الجهات المعنيه وعملت اجتماع تنسيقي عشان تعلن كافه التفاصيل. فنستنى بقى من الجمهور ان الجميع يلتزم في هذا الامر، وباذن الله نهائي افريقيا الاهلي والترجي يكون كرنفال وحضور جماهيري على اعلى مستوى. في شان هذا الامر الحضور الجماهيري عندي لكم معلومتين مهمين جدا في هذا الموضوع. نادي الترجي التونسي حسب معلوماتي وبالتواصل مع الاصدقاء في تونس مع الاتحاد الافريقي عايز يعمل معامله بالمثل، بمعنى ان هو عنده جماهير كتيره جدا جايه القاهره عشان تحضر المباراه، فعلى الاقل عايز 10% من سعه الملعب، يعني لو حضر 70,000 محتاج من 7 الى 10,000 مشجع. نفس الامر الاهلي لو سافر تونس في لقاء الذهاب وعايز جمهوره يحضر، الترجي هيدي مساحه لجماهير الاهلي ما يقرب من نفس العدد من 7 الى 10,000 مشجع في ملعب برادس. في النهايه الاتحاد الافريقي هيعمل اجتماع تنسيقي في منتصف الاسبوع المقبل. الكلام ده بتسمعوه لاول مره من خلال مصادر الناديين هيحضروا ازاي للمباراتين سواء الاهلي او الزمالك، وكمان هيطرح فيه فكره طلب الترجي المعامله بالمثل، هل ممكن يتوافي عليها ولا ممكن ما يتوافقش عليها؟ لان كمان خدوا بالكم طبقا للائحه الكاف الترجي لما يجي يلعب الاهلي هنا في القاهره محتاج 5% من سعه الملعب طبقا للائحه، يعني لو المباراه فيها 70,000 بنتكلم ما يقرب من حوالي من 3,000 الى 4,000 مشجع من الترجي التونسي بس. ولكن لما تطلب المعامله بالمثل وعايز 10,000، هل انا في القاهره هودي 10,000 يشجعوا الاهلي في تونس؟ مش عارف، اعتقد هتبقى صعبه، فمش هتبقى في صالح الاهلي، ممكن تبقى في صالح الترجي، فالامر ممكن ما يتمش الاتفاق عليه ونمشي باللائحه المعتمده من قبل الاتحاد الافريقي، هي نسبه ال 5% طبقا للائحه، الملعب فيه 70,000 يبقى حوالي 3,000 ونص او 4,000 مشجع من جماهير الترجي. ده اللي هنشوفه في الساعات الجايه، ولكن قرار او الاعلان او البيان لوزاره الرياضه بخصوص الحضور الجماهيري خلانا كمان نقول لحضراتكم ان في تطورات متعلقه باجتماعات تنسيقيه للفاينل منتصف الاسبوع اللي جاي، هيكون الاتحاد الافريقي على راس هذه الاجتماعات للتنسيق بشان كل هذه التفاصيل في الفتره اللي جايه. والخبر اللي بقوله لحضراتكم فكره المعامله بالمثل في الحضور الجماهيري ده خبر هتسمعوه رسمي في الساعات اللي جايه، لان الترجي التونسي والتعاون الايجابي والعلاقه الوطيده والقويه جدا بينه وبين النادي الاهلي بيفكروا يكون في تبادل وتنسيق على اعلى مستوى في مساله فاينل دوري الابطال. ولكن في النهايه ماذا ستتخذ من قرارات؟ ده اللي هنعرفه في الاسبوع الجاي لما يحصل اجتماع تنسيقي مع الاتحاد الافريقي. طيب حكام ماتش الفاينل، تم الاعلام الرسمي بالامس ان لقاء الذهاب في تونس مصطفى غربال حكم ساحه الجزائري، وعلى الفار دحان بيدا الموريتاني.
لقاء العودة في القاهرة الكونغولي جون جاك نادالا وعلى الفار الجزائري لحلو بن براهيم. تسألوني على الكواليس الاختيار، أقول لك الكاف في النهاية اختار طبقا للتصنيف اللي أعلنته من أكتر من شهرين ثلاثة. فاكرين التصنيف ده؟ أعلى أربع حكام في التصنيف هم اللي بيديروا فاينل دوري الأبطال وفاينل الكونفدرالية. عيسى سي فاينل زمالك ونهضة بركان في القاهرة، والكيني بيتر كاماكو ذهاب فاينل الكونفدرالية في المغرب ما بين نهضة بركان والزمالك. تبص على دوري الأبطال مصطفى غربان رقم واحد هو اللي هيدير الذهاب، ونادالا رقم اثنين هو اللي هيدير العودة. فأعلى أربع حكام في التصنيف الإفريقي اللي احنا أعلناه هنا هم حاليا اللي تم اختيارهم لإدارة فاينل دوري أبطال والكونفدرالية. طب في الكواليس دول الأفضل؟ دول الأفضل حاليا، ولكن تسألني على فكرة اختيار مصطفى غربال أقول لك أتمنى يكون في حالته، لأن مصطفى غربال في الفترة الأخيرة مع مباريات النادي الأهلي كل قراراته عكسية. كل قرارات مصطفى غربال مع الأهلي في الفترة الأخيرة في المباريات الإفريقية وفي كأس العالم للأندية في المغرب كلها كانت قرارات عكسية. الموريتاني دحان بيدا على تقنية الفار، ربنا يستر ربنا يستر. دحان بيدا لموقفين مع الأهلي قبل كده في دوري أبطال إفريقيا، آخرهم مباراة سيمبا التنزاني في دور الثمانية لما كان معاه حكم الملعب الجنوب إفريقي توم أبو نجيل، وحذرنا كتير جدا من أخطاء الموريتاني دحان بيدا وقلنا أخطائه متكررة وكلها أخطاء في اتجاه واحد. ممكن هو يقول أنا مش محظوظ مع الأهلي في مبارياته، ولكن تم اختياره في مباراة الفاينل في تونس، والمباراة دي لا تقل أهمية على لقاء العودة، فربنا يستر بجد. يعني أنا مش متفائل باختيار مصطفى غربال وباختيار دحان بيدا. مصطفى غربال آخر فترة نتائجه معانا، يعني مش بتكلم عن نتائج، قراراته معانا كلها عكسية. في مشاكل تحكيمية حتى في مبارياته الأخيرة مع الأهلي، نفس الأمر للموريتاني دحان بيدا. فنتمنى يكونوا في حالتهم. طبقا للتصنيف هم الأفضل، ولكن طبقا لمبارياتهم مع الأهلي لا، في قرارات عكسية الفترة الأخيرة وكتير جدا اشتكينا من إدارة مبارياتهم مع الأهلي في الفترة الأخيرة. في النهاية تنزل تركز في الملعب، عايز تكسب إن شاء الله بإذن الله، أي قرار تحكيمي مش هيكون مؤثر علينا. آخر حاجة عشان النهاردة قلت لكم الحلقة فيها كل الكواليس الجديدة وكل التفاصيل الحصرية قبل ما أروح لملعب التتش وأشوف أخبار الفريق. كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، في كلام كتير وتفاصيل كتيرة ومكافآت كتيرة الناس اتكلمت عليها. النهاردة أنا جايب لكم الخبر اليقين. أولاً الأهلي بإذن الله في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة كبيرة هيكون في التصنيف الثاني، بس التصنيف الثاني ده هيتوقف على نتيجة مباراته مع الترجي. لو خد دوري الأبطال للمرة الثالثة في آخر أربع نسخ في التصنيف الثاني في القرعة اللي هتتعمل قريب جدا مع الفرق الأوروبية وفرق أمريكا الجنوبية، وده شيء مهم عشان ترتيب المباريات والفرق اللي هتكون معاك. ده واحد. اتنين، كأس العالم للأندية المسمى بتاعها في البطولة مع الفيفا مش هيبقى اسمها كأس عالم أندية، هيبقى اسمها مونديال الأندية فيفا 2025. يعني من هنا ورايح لغاية ميعاد البطولة مش هنقول كأس عالم، هنقول مونديال الأندية فيفا 2025. ده المسمى اللي الفيفا حطه على مستنداته الرسمية. الحاجة الثالثة، البطولة هتتلعب في منطقة غرب الولايات المتحدة الأمريكية، في ولاية ميامي وعدد من الولايات في غرب أمريكا. البطولة هتتلعب في منطقة غرب الولايات المتحدة الأمريكية، والنادي الأهلي بنسبة كبيرة إما هيكون في ولاية ميامي أو ولايات أخرى مجاورة في منطقة الغرب. الحاجة الرابعة، القرعة هتتعمل خلال 45 يوم وهناك موعد مقترح إنها تكون في الأسبوع الأخير من شهر 6 أو الأسبوع الأول من شهر 7 اللي جاي. قرعة مونديال الأندية فيفا 2025 هتبقى خلال 45 يوم، الميعاد المقترح في نهاية 6 أو أول 7. دي الحاجة الرابعة. الحاجة الخامسة، إمتى الأهلي يسافر ويلعب في الولايات المتحدة الأمريكية؟ الفيفا حدد وصول الأهلي يكون يوم 10/6. الأهلي هيكون في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 10/6/2025. هناك طلب من الاتحاد الدولي كل الفرق المشاركة تكون موجودة في البطولة قبل ميعادها بخمس أيام، ولو لا قدر الله في خسارة في آخر مباراة ميعاد المغادرة خلال 48 ساعة. الحاجة الخامسة أو الستة، الحاجات كتير والتفاصيل كتيرة وكلها تفاصيل حصرية لحضراتكم بالتأكيد. لسه المكافآت هقول آخر حاجة، أنا عارف الناس كلها مستنية تسمع الأرقام اللي بتقراها والناس كلها متشوقة عايز تعرف الأرقام عاملة إزاي. الحاجة كمان الخامسة أو السادسة، البعثة الرسمية لكل نادي مشارك في البطولة 55 فرد، وكل التنقلات الداخلية حتى لو في طيران داخلي من ميامي لأي ولاية في غرب أمريكا هيكون على حساب الفيفا، مش هتتكلف ولا دولار من أول السفر من القاهرة لغاية العودة للقاهرة.
بس لازم تكون موجود في امريكا يوم 10/6 قبل موعد اول مباراه بخمس ايام. الافتتاح 15 لازم تكون موجود قبلها بخمس ايام. طيب المكافئات، انا سمعت ارقام كتيره وحتى صحف بريطانيه اتكلمت على فكره ان ذا صن قالت المشاركه نظير المشاركه تاخد 40 مليون استرليني. لا الكلام ده كله مش حقيقي. الارقام كام؟ المشاركه في مونديال الانديه في الفيفا 2025 في الولايات المتحده الامريكيه هتبدا نظير المشاركه بس من 6 ل 9 مليون دولار. الرقم اللي هيدفع للانديه المشاركه من 6 الى 9 مليون دولار. الناس هتقول لي الرقم ده قريب من الرقم اللي بتاخده المنتخبات المشاركه في كاس العالم للانديه للمنتخبات الكبيره اللي اتلعبت اخر نسخه في قطر. اه هو ده الرقم. فكره ان هتشارك وتاخد 40 مليون استرليني الكلام ده مش حقيقي على فكره. نظير المشاركه عشان بس خلاص تقطع التذكره وتسافر امريكا انت بتتكلم من 6 ل 9 مليون دولار بس حطيت رجلك في البطوله. طيب هتلعب في دور المجموعات، هم 32 نادي هيتقسموا على 8 مجموعات، كل مجموعه فيها 4 انديه. الاول والثاني من كل مجموعه يتاهلوا لدور ال 16. الكسبان بيكمل لدور الثمانيه وفي نظام النوك اوت، الخاسر بيخرج على طول. دور ال 16، دور الثمانيه، السيمي فاينل، الفاينل والثالث والرابع زي نظام كاس العالم قطر 2022. طيب انا شاركت وخدت الرقم المقترح من 6 ل 9 مليون دولار. طب كسبت وتاهلت لدور ال 16 ودور الثمانيه 15 مليون دولار. مجموع الجوائز هتزيد ل 15 مليون دولار. وصلت السيمي فاينل الجوائز هتوصل ل 20 25 مليون دولار سواء فايز او خسر. وصلت فاينل بتتكلم مينيمم 30 مليون دولار. تاني الجوائز بتبدا من 6 مليون دولار نظير المشاركه، عشان توصل فاينل وتاخد البطوله بتتكلم الحد الادنى 30 مليون دولار. دي الارقام اللي صدرت في اخر اجتماعات للاتحاد الدولي ووصلت لينا الحمد لله بشكل حصري. بنقولها لحضراتكم والكلام ده لا اتكتب ولا اتقال في اي مكان، رغم ان الصحف الانجليزيه قالت ارقام انا بقول لكم بعيده تماما عن الواقع. مكان البطوله فين؟ القرعه امتى؟ الجوائز ازاي؟ الفريق هيسافر امتى للمشاركه؟ الفتره اللي جايه في اجتماعات للانديه الافريقيه. حصل اجتماع مع صن داونز من 48 ساعه، وفي الساعات الجاريه في اجتماع مع الترجي التونسي، وكان تم اجتماع مع النادي الاهلي، وفي رحله خارجيه للانديه الافريقيه في امريكا عشان يشوفوا الملاعب وفنادق الاقامه في الفتره اللي جايه. دي كانت كل التفاصيل المتعلقه بكاس العالم للانديه. طيب اخر اخبار التدريب والفريق بيستعد ازاي لمباراه البلديه، موقف اللاعبين اللي كنت بتكلم معاكم النهارده عليهم في بدايه الحلقه، ياسر ممكن يدخل ولا لا، موقف ربيعه، اللعيبه اللي كانت في كدمات قويه بعد مباراه الامس، كل ده بالتاكيد هنطمن ونعرفه من خلال زميلنا شريف شعبان اللي متواجد حاليا في مقر النادي الاهلي في الجزيره قبل ثلث ساعه من انطلاق المران، لان النهارده الفريق في استئناف للتدريبات وبكره راحه قبل الدخول في معسكر يوم الجمعه قبل السفر استعدادا لمواجهه البلديه يوم السبت. شريف مساء الفل. مساء الخير زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. والحقيقه انا امتحتني على المستوى الشخصي، يعني ما شاء الله اخبار خاصه وحصريه لشاشه الاهلي. الله يخليك ما شاء الله دايما محمد، دايما انت معتاد في الفتره الاخيره على الانفرادات يعني. الحمد لله يا شريف. طيب عايزك تطمني بقى على اخبار الفريق والجديد عندك، وانت اكيد كنت موجود دلوقتي مع الجهاز الفني والطبي، لو في اخبار سعيده نطمن بها جمهورنا او اخر الاستعدادات، لان النهارده استئناف للتدريبات قبل الحصول على راحه سلبيه غدا ان شاء الله. الاول طبعا ببارك لك وببارك لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي الحصول امبارح على 3 نقاط تضاف الى رصيد النادي الاهلي، ناقص في المشوار مباراه البلديه يوم السبت، يا رب باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي عشان قبل ما نخش نهائي افريقيا نكون مركزين تركيز كامل بقى في النهائي الاعظم، النهائي الاكبر في البطوله المحببه لكل جماهير النادي الاهلي. التمرين زي ما انت قلت الساعه 6 يعني في اقل من ثلث ساعه هيكون في تمرين. الان في محاضره ما بين مستر كورر وكابتن خالد بيبو طبعا وباقي لاعبي الفريق، بيتكلموا فيها عن مباراة الأمس وغلق مباراة الأمس وتركيز فقط في مباراة بلدية المحلة. وممكن مستر كورر النهارده يعني يشاهد لاعبي النادي الأهلي بعض لقطات الفيديو من فريق بلدية المحلة، وعلى طبعا مستوى الخطورة ونقاط الضعف في فريق بلدية المحلة. وكالعادة من قبل الثلاث مباريات السابقة كان تعليمات الكابتن خالد بيبو بإغلاق الملف الأفريقي بالكامل والتركيز في المعترك المحلي، وبالفعل يمكن ما شاء الله نمسك الخشب، النادي الأهلي قدر يجتاز الثلاث مباريات بالحصول على العلامة الكاملة
في النقاط باذن الله يكون او تكون مباراه البلديه يوم السبت هي يعني الاخيره المحطه الاخيره والحصول ايضا على ثلاث نقاط. يمكن ربيعه امبارح وكوكا يمكن بعض الكدمات الدكتور جاب الله رئيس الجهاز الطبي قال لي يمكن بعد المحاضره هيبدا يتشيك عليهم ويشوف القصه، بس بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي القصه مش صعبه خالص، القصه كلها كدمات باذن الله تكون حاجاتهم بسيطه جدا ويكونوا تحت امر طبعا مستر كولر في اداره المباريات. الناس كلها بتتكلم على عبد المنعم وانذار عبد المنعم، الجهاز الفني والجهاز الاداري في النادي الاهلي يا جماعه عارف بيعمل ايه كويس قوي، كولر بيعمل روتيشن كويس جدا وعارف الفتره الجايه ممكن يريح مين وممكن يلعب مين، فكل حاجه مش بالصدفه في النادي الاهلي، اللي بيشتغل في النادي الاهلي ما فيش حاجه اسمها بالصدفه، كل حاجه مرتب لها ترتيب كما يجب ان يكون. باقي الاصابات احنا احمد عبد القادر عمرو السوليه بطمنك ان القصه يعني او التاهيل اللي شغال والعلاج اللي شغال الدنيا كويسه، النتائج فيها نتائج مبشره، فباذن الله باذن الله باذن الله يمكن يعني بشكل كبير يعني مش يعني بشكل كبير ممكن باذن الله يلحقوا طبعا نهائي افريقيا، فباذن الله الامور مبشره باذن الله، بس برضه هننتظر التاكيد الرسمي من رئيس الجهاز الطبي الدكتور جاب الله. اللعيبه اللي شاركت امبارح طبعا بتعمل النهارده ريكفرنج، الباقي كله بيرفع طبعا مستر كولر الحمل التدريبي قبل اجازه بكره عشان خاطر يساوي الحمل التدريبي بين اللي بيشارك ومين اللي ما بيشاركش، عشان خاطر اي حد يحتاجه لفتره مقبله يكون موجود تحت امر الجهاز كولر وينزل يادي 90 دقيقه زي ما الراجل ما بيقول او زي ما الكتاب ما بيقول باذن الله. لما التقيت بالجهاز الفني يا شريف من دقايق ممكن نشوف ياسر في القايمه ولا لسه الجهاز هيستنى يشوف تدريبه النهارده الاول يشوف ياسر ابراهيم اليو ديانج ممكن يتقص، دي اخر مباراه قبل مباراه النهائي فالجمهور متشوق، يعني هل في جديد في الجزئيه دي ولا هنستنى بعد التمرين؟ ياسر بقاله فتره بيشارك، شناوي بقى له فتره بيشارك، ديانج بقى له فتره بيشارك، فالقصه كويسه، يمكن شناوي بس هو اللي غاب فتره ما جاله شد في عضله السمانه وغاب ورجع تاني برضه بيشارك بقى له اكثر من تمرينه، فالثلاثه اعلنوا جاهزتهم الكامله تحت مستر طبعا كولر، هو اللي لو بيفضل المباراه الجايه يشاركهم، ممكن وارد في جزء من الاجزاء وارد يديهم فتره اكبر، وارد هو دلوقتي دي امور فنيه تخص مستر كولر، ولكن المؤكد زميلي محمد ان الثلاثه اصبح مشاركتهم في ايد مستر كولر، ان الجهاز الطبي اعطى الضوء الاخضر لمشاركة هؤلاء الثلاثة، فمشاركتهم طبقا طبعا لاختيارات كولر، وانا بقول لك ممكن بشكل كبير جدا نلاقي ياسر الفترة المقبلة او المباراة المقبلة مشارك او على الاقل موجود على دكة البدلاء. زميلنا شريف شعبان موفد قناة الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيرة وقبل دقائق من استئناف الاهلي تدريبات واستعدادا لمواجهة البلدية، شكرا جزيلا ليك على كل هذه الايضاحات والمعلومات، والحمد لله قادرين نكمل نحاول نقربكم شوية من كل التفاصيل والاخبار من خلال شاشة قناة الاهلي. نطلع نتابع دلوقتي آخر أخبار الترند. الفرص اللي احنا بنخلقها كبيرة جدا. الوقت بيجري مع حضراتكم بسرعه، ولكن هنبدا نشوف دلوقتي ايه اللي اتكتب في السوشيال ميديا عن النادي الاهلي. البدايه بترند الاهلي ومن حساب اخبار الدوري المصري سبورت 360 عاملين احصائيه على رباعيات المارشال مارسيل كولر مع المارد الاحمر. 9 رباعيات، تكلم 4 في الاتحاد، 4 في فيوتشر، 4 في المصري، 4 في المولين، 4 في الزمالك، 4 يعني بنتكلم مثلا 9 فرق في الدوري العام دخل مرماها 4 أهداف من النادي الأهلي في عهد مارسيل كولر. ربنا يزود من الرباعيات يا رب الفترة اللي جاية. حساب المصري الرياضي مصدر من النادي الأهلي في تصريحات خاصة للمصري اليوم، كل ما يقال بأن إمام عاشور يعاني من إصابة غير صحيح. اللاعب اشتكى بس من بعض الإجهاد وهذا أمر طبيعي. على فكرة هو لو تاخدوا بالكم بس من الماتشات الأخيرة، كولر لما بيدي رامي إمام عاشور جزء من المباراة في ماتش مازيمبي نزل الشوط التاني.
في الماتشات الدوري الاخيره بيطلعوا في الدقيقه 60 70 لان كان بقاله فتره بعيد بسبب اصابه الكتف. فنسبه المشاركه لعدد من اللعيبه في الفتره الاخيره بتبقى محسوبه على فكره، لان في جهاز بيقيس معدل اللياقه البدنيه وبيبقى في ارقام جهاز السكاوتنج للجهاز الفني بيشتغلوا عليه عشان يحددوا ده يبدا امتى، ده يخرج امتى، ده يشارك، ده يريح، لان الموسم طويل. احنا لغايه دلوقتي لاعبين ما يقرب من حوالي 37 38 مباراه، ولسه قدامنا مش اقل من 30 مباراه ثانيه، موسم فيه مش اقل من 60 70 مباراه. ففكره الاصابات هي الناس بتفهمها غلط، ولكن النادي الاهلي القادم كان بيحاول يوضح لكل الزملاء الصحفيين. كوره بلس بيقولوا شوبير مش الناوي، السؤال اليومي المعتاد اللي بشوفه كل مره سواء على المواقع او على البيجات او حتى في البرامج، كيف يفكر كولر في مركز حراسه المرمى قبل مواجهه الترجي؟ تزعلوش مني، انا اصلا مش عايز اناقش الامر ده، ما ينفعش نناقش السؤال ده ولا نطرح السؤال ده اصلا. طيب نروح للي بعده. ملعب القاهره 24، فحص طبي لثنائي الاهلي لحسم حجم اصابتهما قبل لقاء بلديه المحله. الكلام هنا على رامي ربيعه وعلى احمد نبيل كوكا، وطمناكم من شويه من خلال شريف شعبان وقلنا لكم الجهاز الطبي هيشوف التمرين النهارده، رامي محتاج يريح هيريح، ولكن طبعا بقى رامي مش موجود ومنعم مش موجود. هل ياسر يدخل قائمه مباراه البلديه؟ هل خالد عبد الفتاح ممكن يؤدي الدور ده في مركز المساك؟ في هاني، في عمر كمال، في كذا يعني الحمد لله بديل في هذا المركز، والحمد لله الاهلي عنده مش عايز اقول مراكز او لعيبه كتير، احسن فرقه في مصر هي فرقه النادي الاهلي. يغيب لعيبه تيجي لعيبه، الحمد لله النتائج كلها ايجابيه. في فرق ثانيه بيغيب لعيب واثنين الدنيا عندها بتبقى صعبه قوي، فالحمد لله يعني. كوره بلس بيقولوا كولر يجهز ياسر ابراهيم وخالد عبد الفتاح لاشراكهما اساسيا امام بلديه المحله، وده الجزء اللي كنت بتكلم عليه على فكره الروتيشن، مين ممكن يدخل لو رامي ما دخلش قائمه مباراه البلديه. طيب اخبار الدوري المصري ايضا بيتكلموا على وسام ابو علي، صفقه رابحه للمارد الاحمر بالتاكيد، وكمان تسديد ركلات الجزاء بصراحه بيعجبني. يعني هي طبعا فيها ركلات الجزاء فيها حظ كبير وفيها توفيق كبير، روبرتو باجو النجم الايطالي الكبير ضيع كاس عالم على ايطاليا بسبب ضربه جزاء، فهي ملهاش كبير، ولكن انا بيعجبني التكتيك او الطريقه اللي بيسدد بيها وسام. طبعا دلوقتي الحراس هيبداوا يركزوا معاه لما بتبقى فيه ركلات جزاء، ولكن طبعا اتمنى ان هو دايما يغير من طريقه تسديده. ولكن 5 اهداف 3 اسيست، احنا بنتكلم بس في شهرين ثلاثه مع عدد مباريات قليل جدا، صفقه رابحه، راس حربه مهم جدا للنادي الاهلي، تم تدارك الموقف في يناير وتم التعاقد معاه. حساب يلا كوره نقل تصريحات لمنير الجوعاني مدرب نهضه بركان السابق، واللي اتكلم فيه على يحيى عطية الله وقال هو لعيب جيد سيكون اضافه للنادي الاهلي حال انضمامه. الاهلي نادي من مستوى عالي مثل ريال مدريد وليفربول. انا مش عارف طبيعه السؤال دلوقتي والله على يحيى عطية الله، لكن هو لاعب مهم كان بيلعب في الوداد وحاليا بيلعب في اوروبا. ما علينا. كوره بلس المدير الفني لصن داونز اتكلم النهارده رولاني مكوينا على النادي الاهلي وقال ايه؟ الاهلي ظهر 6 أو 7 مرات متتاليه في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. انا ومارسيل كولر للمره الاولى في تاريخنا ظهرنا مرتين متتاليتين في نهائي نصف النهائي، بينما لعب الاهلي والوداد والترجي 6 أو 7 مرات على التوالي. على فكره هو دايما بيتكلم رولاني كتير ودايما بيحط نفسه في مساحه مع الاهلي في كافه تصريحاته، ولكن لو ركز في الملعب هيبقى مدرب ليه شان كبير جدا. طيب نروح بقى للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، رايكم في رباعيه الاهلي افضل هدف في المباراه من وجهه نظركم. استاذ احمد بيقول مساء الخير والسعاده، اداء الاهلي جميل جدا، طابع هادي جدا، تغييرات كولر في محلها، تحكم في الاعصاب من اللعيبه، احلى هدف رضا سليم وافريقيا في الجزيره باذن الله. هاني بيقول مساء الخير، اداء رجولي واهداف روعه الروعه، كل الاهداف احلى من بعض بس هدف رضا سليم هدف استثنائي، هدف رائع جدا لرضا سليم. اشرف مسعود بيقول هدف عمر كمال عبد الواحد، كده 2 لرضا وهدف عمر كمال. عبد العظيم بيقول الاربعه بصراحه، طبعا تسديده عمر كمال الاروع، هو قال الاربعه بس في النهايه برضو رجح هدف عمر كمال، فكده 2-2 مع رضا. محمد بيقول اداء رائع ومثالي، نتمنى الاستمرار في النتائج الايجابيه وحصد لقب الدوري ودوري الابطال باذن الله، واستمرار اللاعبين وعدم الاستهتار امام اي منافس، ما قالش رايه في الهدف. خالد حجازي بيقول ممتاز وهدف رضا سليم الافضل، محدش خد باله من التمويهه اللي عملها يعني، خلى المدافع فتح زاويه التسديد، هدف كله فن. كده الاراء بتروح في كفه رضا. مصطفى عبده بيقول الاهلي بيعمل عظمه، يا رب يكون بروفا للماتش اللي جاي، مش البلديه، هو اكيد يقصد الترجي اكيد. ابو مصطفى
بيقول الأهلي قدم أداء جميل وممتع، وهدف رضا سليم وعمر كمال أجمل من بعض، ده غير هدف ضربة جزاء وسام معمول بطريقة جديدة علينا. طبعا هو مصطفى مسك العصاية من النص يعني على مسافة واحدة من كفة الأطراف في ترجيح كفة هدف مين أحسن من مين، لكن في النهاية الآراء فيها غالبية لرضا سليم. في المجمل الأهلي كسب، خد 3 نقاط، نطمئن على الفريق، نستعد للبلدية، نقفل صفحة الدوري إن شاء الله بعدها من يوم الحد، ونبدأ نركز في دوري أبطال إفريقيا، لأن إن شاء الله من الحد اللي جاي لما نرجع لحضراتكم كل الكواليس وكل التفاصيل المتعلقة بنهائي إفريقيا هتكون من خلال